اصدقائنا واخواتنا واخواتنا اعضاء فرع الشيخ زايد. احنا من ايام الانتخابات، عشان بس اقول ان مفيش اختلاف في الرؤيه بالنسبه لينا، اللي قلناه هو ايام الانتخابات هو الموجود لغايه دلوقتي. كنا بنقول دايما مفيش حاجه اسمها فرع، صحيح، في تعاملنا مع جميع اعضاء النادي الاهلي، كلهم النادي الاهلي، النادي الاهلي المتواجد في الشيخ زايد، المتواجد في الجزيره، المتواجد في مدينه نصر، اللي هيتواجد في التجمع، اللي هيتواجد في كل ربوع المنطقه العربيه ان شاء الله بفروع ان شاء الله. تمام. انما بنتكلم على ايه، ان انت لازم في النهايه تتوافق مع ايه، لازم يكون احترام لمشروعيه اللائحه، لازم اللائحه تتمتع بالمشروعيه، ما اقدرش اعمل حاجه فيها لا مخالفه للقانون ولا لاحكام القضاء. فيعني هقول لحضرتك برضو، وانا يعني انا مش بقول رايي، انا محايد، بس بقول لحضرتك ادام المقترحات دي جت فانت بتنظر في كل الاراء، وفي النهايه اللجنه تبيت. لا، وعندك نصوص ملتزم بيها وقانون ملتزم بيها. ما انا يعني في حكمين صدروا من، انت عارف حضرتك القانون ادى لجنه التسويه والتحكيم التابعه للمركز، القانون الجديد طبعا للمركز الاولمبي، اللي هي البت في اي، اللي هي الشكاوى والحاجات المتعلقه باعضاء الجمعيات العموميه في الانديه. ففي احد الانديه أحد أعضاء جمعيتها المحترمين طعم في المادة 8 من اللائحة الاستشهادية اللي بتطبق على النادي ده. المادة دي اللي هي بتقول عضو الفرع، اللي هي المطبقة عندنا حاليا برضو، يعني عضو الفرع الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي، تقتصر عضويته هو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة. مركز التسويه والتحكيم، والحكم ده كان في 2000 واوائل 2018 السنه دي يعني. مركز التسويه والتحكيم باللجنه الاولمبيه قال، وصف نص اللائحه اللي هو بتاع اللائحه الاسترشاديه اللي هي بتدي ما بتديش الحق عضو الفرع ترشح او حضور جمعيه عموميه، قالت ان النص ده قائم على سند صحيح سواء من الواقع او القانون، وتم رفض الدعوه. في نادي اخر انا يمكن معايا برضو، لان احنا عاملين لجان لفحص كل، طبعا انا بقول لك مع الاخذ في الاعتبار والاستفاده من التجارب. اولا احنا كاعضاء مجلس اداره متواجدين باستمرار في فرع الشيخ زايد، صحيح، الشيخ زايد بنعتبره جزء اصيل من عائله الاهلي، ده مجلس اداره عقد اجتماعين هناك بالظبط كده كبير جدا، يعني كابتن الخطيب بينزل يعمل كل شغله واجتماعات. انما القصه انت ما تقدرش تعمل حاجه مخالفه لا للقانون ولا لاحكام القضاء، لها كل الاحترام. في برضو نادي اخر حصل ان احد اعضاء الجمعيه العموميه قدم برضو لمركز التسوية والتحكيم، رفع دعوة على بند معين في اللائحة. حكم المركز نفسه بتاع التسوية والتحكيم تطرق في حكمه للحتة دي، أنا ممكن أوريها لحضرتك عند الحكم هي نفسه. هي أحكامه قضائية يا أستاذ طارق مش كده؟ أحكامه على طول تبقى يعني، لأن ده هو ده المخول ليه تبقى بيقول إنه أضف إلى ما تقدم إنه في حالة إقرار حق أعضاء فرع النادي في حضور اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة النادي والترشح في الانتخابات، فإن ذلك يعني إعطاء من لا يملك ما لا يستحق، فكيف يتولى عضو الفرع وهو بلا منازعة من طرفي الخصومة وليس عضوا في النادي الرئيسي وليس له أي حق فيه إدارة وتصريف شؤون النادي من خلال حضور اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة والترشح له، ولا يقاس في ذلك العضو النادي الرئيسي الذي هو عضو أيضا في الفرع ويتمتع بكافة حقوقه في شأنه شأن النادي الرئيسي. يعني ما فيش مجال للمقاربة بينهم زي ما النص بيقول، عضو النادي الرئيسي بيروح النادي الفرع وبيستفيد منه، لكن عضو الفرع ما يقدرش يحضر اجتماع الجمعية العمومية ولا يكون ليه حق ترشح ولا الانتخاب. وبقول إلا إذا شيء. إلا إذا إيه يا ستار؟ إن هو عدل عضوية، دي محطوطة في الشيخ زايد. وفي ناس عدلت عضوية خلال ثلاث سنين، ثلاث سنين له الحق إن يبقى عنده عضوية النادي كلها يعني كاملة بكل مقراته. برضه كرر تاني، اتفضل، أعضاء الشيخ زايد مدينة نصر بالنسبة لينا إحنا كأعضاء مجلس إدارة لهم كل الحقوق والواجبات. الحاجات بس اللي هي متعلقة بقانون أو مشروعية اللائحة أو خلافه، هي دي اللي أو أحكام قضاء ما بنقدرش نتكلم فيها. لكن إحنا بنعتبرهم جزء أصيل من عائلة الأهلي. طبعا إحنا ممثلين عن أعضاء فرع الشيخ زايد وعن أعضاء الجزيرة وعن أعضاء ميت نصر وعن أعضاء أي فرع سيتم افتتاحه، ولنا الشرف في كده يعني. طيب يبقى دلوقتي خارطة الطريق بتقول ان 9/9 ستتوقف قبول الاقتراحات، لجنة الصياغة تشتغل، يتم اعداد اللائحة في شكلها النهائي اللي هيتم عرضها على اعضاء الجمعية العمومية لقراءتها مرة اخرى قبل الانتخابات بثمان ايام، ثم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر. من حالة الحراك الرائع والمشاركة العظيمة لاعضاء الجمعية العمومية دي، حضرتك شايف انه الأهلوية أعضاء الجمعية العمومية أو أبناء النادي يعني
هيتوجهوا لحضور هذه الجمعيه يا استاذ طارق؟ وايه اللي مطلوب منهم في هذا اليوم؟ ان شاء الله انا على يقين في كده، لان زي ما بقول لحضرتك تاني، ده حلم الاهلاويه على مدار بقالنا عشرات السنين، ان يكون للنادي الاهلي لائحه خاصه به. انا على يقين ان اعضاء جمعيه للنادي الاهلي عندهم من النضج الحمد لله، ومن كل النضج الكافي اللي هم يبقوا حريصين على اعاده حقوقهم، يرجع لهم الحق الاصيل، الحق يرجع لاصحابه لاعضاء جمعيه يوميه، ان هم يقروا لائحتهم الخاصه بهم. الحاجه الثانيه ان اخترتوا ليه 28 سبتمبر يا استاذ طارق؟ البعض شايف انه ربما يعني في زنقه او مش هيكون في وقت كافي للاعداد ودعوه الناس وفكره حثهم على الحضور. زي ما قلت لحضرتك حددنا المواعيد بخريطه طريق معينه، بحيث ان في النهايه توصل برضو ان شاء الله اما تيجي تعمل الجمعيه العموميه اللي هي في اواخر اكتوبر ان شاء الله، ان انت تعملها على لائحتك، لائحه النادي الاهلي، لائحه ده هدف ثاني مهم يعني ده هدف ثاني مهم طبعا. فكره انه الجمعيه العموميه العاديه تنعقد في النادي الاهلي في 31 اكتوبر بناء على لائحه النادي الاهلي وليس مجلس الاداره، فكره انه الاهلي يكون ابنائه يحكموه، يعني هم الذين وضعوا هذا المنتج وهذه اللائحه اللي بتحكم او دستورهم يعني بالظبط. ومجلس الاداره بقياده كابتن محمود خطيب مركز على اليوم ده ان شاء الله، مدي تعليمات الاداره التنفيذيه ان يكون على اعلى مستوى التنظيم من مداخل هي تعليمات بس ده بيتابع الحقيقه مع العميد محمد مرجان وزيد الفازي بكل تفصيله، يعني ولازم الناس تكون مستريحه وتاجروا جراشات ودخول وسهوله جوه النفس اللي بيتم حاليا اختيار المكان اللائق اللي مش هيسبب اي لا تعب ولا ارهاق لعضو الجمعيه العموميه، يعني يبقى يوم فرحه بلائحه النادي الاهلي، لائحه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، مش لائحه مجالس على فكره، هي لائحة مجلس الحالي ولا أي مجلس. دقة الكابتن محمود الخطيب واهتمامه بالتفاصيل وتواجده في النادي يوميا ومتابعته استراتيجيا لكل حاجة بتتعبه كمجلس إدارة؟ يعني حرصه على راحة أعضاء الجمعية العمومية وعلى تنفيذ خطته وبرنامجه الطموح وسباقه مع الزمن، يعني أنا قد تكون شهادتي مجروحة لكن أنا بشوف يعني هذا الرجل يكاد يؤدي عمل اقرب الى الانتحار من اجل النادي الاهلي، يعني ده بيتعبكم؟ لا هو حضرتك يعني كابتن محمود خطيب بيؤدي العمل ده كلنا باحساس بالتكليف بتاع الجمعيه العموميه، ففي النهايه عندنا سيستم في نظام بيحكم النادي الاهلي، فهو حتى المجهود اللي كابتن محمود خطيب بيعمله جامد جدا عشان التاكد من ان في نظام صح بيطبق في النادي الاهلي. يا سلام. فبالعكس يعني احنا يهمنا في النهايه ان النادي الاهلي ياخد دوره الطبيعي اللي هو متواجد على مار السنوات، بس يبقى فيه القالب اللي محفوظ للنادي الاهلي في لوائح بقى، عشان كده مركزين على حته اللائحه دلوقتي اللي هو ايه، انا الاوان ليكون للنادي الاهلي ولاعضاء جمعياته العموميه اللائحه الخاصه بيهم، وهو كل الفرص متاحه للادلاء بدلوهم في كل المقترحات. المفترض انه في ورش عمل ولجان استماع وندوات كل النوعات هتبدا من الاسبوع اللي وتعمدنا على فكره ان الاستعجال يعني في بعض البنود بس البنود باستقبال المقترحات مكتوبه او عبر الميل هتقابلوا الناس وتناقشوهم وتتكلموا معاهم كل كده. الوسائل وفي الاكثر هستعجلنا كمان في بعض البنود ان احنا نعلن ان البنود دي تم اعتماد تعديلها لتحفيز وتشجيع باقي الاعضاء الجمعيه اليوميه ان هم يقدموا مساعدين لكل المقترحات، مفيش وللتاكيد كمان على انه اعضاء الاهلي هم الذين يصنعون اللائحه، لا مصلحه لمجلس الاداره ولا لائحه ولا لجنه اعداد اللائحه في انه هذه النصوص او غيرها يمرر، المهم في النهايه التوافق حول المصلحه العامه. اكرر حاجه ثاني التعبير بتاع فقهائنا اساتذه القانون الجمعيه هي السلطه المؤسسه. يتبع آرائها والمنتج اللي هتطلعه هيبقى فيه سلطات مؤسسه. زي حالتنا كده، احنا كاعضاء مجلس اداره. احنا سلطات مؤسسه منين؟ الجمعيه العموميه هي صاحبه السلطه الرئيسيه. هي صاحبه الحق الاصيل. ملخص كل اللي بيحصل ان الحق الاصيل ده بيرجع لصاحبه الجمعيه العموميه. ان هي تدلو بدلوها وآرائها ويطلع في الاخر لائحه تليق بالنادي الاهلي. ان شاء الله. إذا كان في ناس معارضين أو معترضين بلاش معارضين على بعض بنود اللائحة،